طبعا هي الادوات اللي كانت عم تنزل على رؤوس المدنيين، انا اجيبها نظفها، اعاده تدوير، رسم، زغرفه، تلوين، حتى وجهها بشكل جميل للمشاهد انه هي القطع هي اللي قتلت السوريين. ورغم هالشيء هذا السوريين من تحت الدمار بيقوموا وبيلونوا بزخرفوا القطع تعبير منهم عن حبهم للحياه. من احد هواياتي من قبل الثوره كانت هي الزخرفه والرسم على الزجاج وعده امور. استغليت هي الموهبه بالثوره السوريه بالرسم على مخلفات الحرب من بقايا الصواريخ وبقايا القذائف اللي كانت عم تنزل على رؤوس المدنيين في الغوطه الشرقيه وكامل سوريا. ورغم التهجير ووجودنا بريف حلب الشمالي، كمان هون عم تواجهني كثير من العقبات يلي ما عم نقدر نتخطاها، وهي بإخراج هي القطع لخارج سوريا لإقامة المعارض، لإقامة لطلبة الشديد من العالم الأشخاص المسؤولة والمهتمة بهذا الرسم لبعض المتاحف والمعارض الخارجية.